في ريال شوفي، اصل احنا ممكن نقعد نتكلم على مساله الرياضه والانجاز الرياضي وايه لعبتي كاراتيه ليه، واصل دي اللعبه بتاعه الولاد واللي البنات يلعبوها، وكل ده بيتقال في كل البرامج وبيتقال من قبل ما انا اتولد. حلو، انا هسالك سؤال كده، بما اني برضو انا بنتي البكريه بنت، فانت بقى البنوته اللي هي حبيبه بابا دلو كتكوتة بابا قوي بقى، قوي قوي بقى، دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه، دي حاجة يعني ليه لو قالت حاجة يعني على أي الحاجة السبيشال الموجودة عند بابا، إني لو إيه اللي يجي يطلب منه طلب. أيوة، عن طريق ريال، مش هقول في ريال وحياة فوفة عشان هما فعلا بيقولوها كده. دي حاجة يعني لازم عايزين يعدوا حاجة تتعمل حالا يعني. طيب هنا بقى يجي سؤال، لو أنت هتطلبي حاجة دلوقتي من بابا وعاوزاه يعملها، بما انه في ريال اللي بتطلب فمش هيترفض الطلب، هتقولي له ايه؟ اطلبي. مفيش حاجه في دماغي والله، بس ممكن مش سهله برضه، مفيش لا 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 هي لما بتطلب بتطلب بتحضر لك. بتحضر له فعلا، هو يعني فعلا مفيش طلب يعني، يعني بابا فعلا عمره ما يعني ما طلبت منه حاجه، ولو هو تردد ولو ثانيه مش هقول له اللي هو ممكن ما يعمليش الحاجه دي، بس ممكن ايه. ايوه فكر. ممكن ايه؟ قول يا وحشي. اشتري مني وخشي في الكبير. خشي في الكبير. هو احنا مش كنا متفقين على مكافاه؟ مفيش فعلا، مفيش مفيش. طب استني، انت اكيد وانت مسافره، وانت مسافره يعني قبل ما توصلي طوكيو كده، اكيد قعدتي مع بابا وقعدتي مع ماما وادولك بقى اللي هو ايه المحفزات. بصي يا فريال، لو رجعتي بالذهب هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا لك ايه قبل ما هم يقولوا؟ قالوا لك ايه؟ هي ماما عامه يعني فعلا منت الكوتس على اعلى مستوى يعني، دي حاجه حبيبه قلبي، حاجه كده يعني. هو فعلا في كل يعني انا جنب ماما لما بكون في البيت، هو فعلا ماما مثلا معديه من جنبي، انت البطله، هي دي في ودني على طول ما شاء الله، انت تقدري. بابا بقى يعني بابا هادي شويه، ايوه، بس في الحاجات اللي زي دي هو صراحه قبل ما اجي قلت له بابا لو جبت ميداليه ذهب هتعملي ايه؟ ايوه. فراح قال لي انت عايزه ايه؟ قلت له لا مفيش حاجه. فراح قال لي طيب في مكافاه كذا. ايه بقى؟ مش هقولها. مش هتقولها؟ لا، هي مكافاه. هشتغلها على الهواء. هي مكافاه كذا. فايه هو بابا اللي هيقول حاجه يعني بالنسبه لا مش هقول طالما ما قالتش ايه. بينهم اسرار. ممكن ابقى اهلاوي اللي تقول. بينهم اسرار. فقلت له طيب ماشي، بس خلاص احنا اتفقنا يعني، مسكت بقى فيها يعني، هي مكافأة حلوة مسكت فيها يعني بقى. ده مكافأة حلوة حلوة يعني. يعني حتى كمان كان في كلام من والدتها يعني، يعني طب لو جابت مركز تاني ننزل شويه، طب لا برونزيه ننزل شويه. لا انا قلت لها لا، قلت لها لا. هو كان متفق معاها على الذهب بس. كان متفق معاها على الذهب فعلا. انا بقى مش اللي انا قلت الفريال انا هكافئك، هي اللي قالت لي يا امي بدعواتك لو ربنا كرمني انا هطلعك حج. تخيل بقى، هي اللي بتكافئني. بجد. فانا هي بتعمل معايا، انا راضي عليها وقلبي بيدعي لها دايما، وربنا يا رب يا رب يا رب يرزقها ببنوته تبقى حنينه عليها زي ما انت حنينه عليا بنتي، في كل لحظه وفي كل ثانيه قلبي بيدعي قبل لساني. ربنا يوفقك وربنا يصلح لك حالك وتعملي كل ما تتمنيه، ومش عارفه كل حاجه جميله انت بتحلمي بيها ربنا يوفقك فيها.